مرحبا، اليوم راح ناخد الـ count formulas بـ Excel. Example، نحن عنا طلاب وأسمائهم عملوا تيست. في أشخاص حضرت أخذت علامة، في أشخاص كانت غايبة مثل جويس وجوال. أوكي، أنا بدي أعد أدي عدد الـ students اللي عندي، كم واحد كان absent غايب، كم واحد كان present حاضر، كم واحد نجح وكم واحد ما نجح. نحن لما بنحكي number نمبر يعني عدد number of students number of absence عم نحكي عن عدد. عدد بالانجلش يعني count. في عدة formulas لون علاقة بالcount بإكسل، ف تنلاقيهم رح نروح. أنا بدي الريزالت يبين هون، عملت كليك هون ورحت على الفانكشن، فيني لقيها من هون وفيني لقيها بالأوتو سام كمان مور فانكشنز من هون، وفينا نلاقيهم بالفورمولاس كمان. حيكبس أنا هالمرة على فانكشن من هون واتأكد إنه حاطة all تيبينولي كل الفانكشنز، واجي لهون عدد بالانجلش يعني count، رح اكبس على C وانزل نزول على count. بس انزل على count بقشع count count A count blank count F count FS. رح نبلش نتعرف على كل function شو بتعمل. رح نبلش بالcount. Count شو بتعمل؟ Counts the number of cells in a range that contain numbers. بتعدلي عدد السيلز، عدد السيلز اللي في بقلبهم numbers أرقام، عدد السيلز اللي في بقلبهم أرقام. Count A. Counts the number of cells in a range that are not empty. بتعدلي عدد السيلز، عددهم اللي منن فاضيين، منن empty. Count blank، مثل ما اسمها بدل عليها blank يعني فاضي. Counts the number of empty cells in a specified range of cells. بتعدلي عدد الـ empty cells، عدد السيلز الفاضيين برينج معينة. Count if counts the number of cells within a range that meet the given condition. بتعدلي عدد السيلز حسب condition معينة، حسب شرط معين أنا أعطيتي. منبلش ب أنا بدي أعرف عدد الـ students. أعرف عدد الـ students بدي أعرف أنا عدهم حسب أسمائهم. كم اسم عندي؟ تعد كم اسم؟ أنا ما فيني استعمل الـ count لأنه الـ count بتعدل لي cells فيهم numbers، وما بدي أعد فاضي وما بدي أعد حسب condition، فبيبقى لي الـ count A. الـ count A بتعدل لي حيلا شيء عشرت ما يكونوا فاضيين empty. لكن اخترت count A وقلت له اوكي، وحددت له انا الرينج اللي بدي اياها وقلت له اوكي. قال لي انه number of students هني 7، عندي 7 اشخاص. بدي اعد ال absent. هالمرة انا رح استعمل ال equal ورح اكتب كلمة count، بس اكتب count بيجيني كل الفورمولاز اللي لهم علاقة بالcount. أنا بدي عدد الـ absent يعني الأشخاص اللي ما حضروا على التست، يعني اللي ما عندهم علامة، ما عندهم علامة يعني السيل تبعهم فاضية. رح نقي count blank، بيقول لي حطي لي الرينج، أنا رح حط له الرينج وسكر، بقول له enter. بيقول لي number of absent 2، number of present
أنا بدعت كل الأشخاص اللي حضروا يعني عملوا التست وطلعوا لهم علامة، ولأنه التست هو عبارة عن أرقام بدي أعد أرقام، فرح أقول له equal، وهالمرة أختار count لأنه count بتعد كل الأرقام، وأعمل له select للرينج، وسكر وأقول له enter، بقول لي 5 أشخاص هني present كانوا بالتست. Number of pass كل الأشخاص اللي توفقوا بالتست ونجحوا فيه، كل حدا نجح يعني جاب 5 over 10 وطلوع بيكون من عده نجح. هون عنا شرط للواحد ينجح بده يجيب على القليلة 5. بما أنه عنا شرط بدنا نستعمل شيء اسمه count if، رح استعملها أول طريقة بالfunction ورح نبش على الكاونت اف، واكبس عليها قول له اوكي. بيقول لي الرينج انا بدي اعد من وين لوين، هيدا الرينج العلامات. شو هي الكرايتيريا، شو هي الكونديشن اللي انا بدي اياها، بدي اياهم لانه انا بدي اعد كل حدا نجح، يعني كل حدا جاب greater or equal 5 تينجح بدي يجيب 5 وطلوع، ورح اقول له اوكي. قال لي انه عددهم 4، واذا بتطلعوا فوق بيشعل الفورمولا كيف ما. اذا بدنا نشوف كم واحد ما توفق بالتست، رح استعمل هالمرة الـ equal count if، وأحدد له الرينج. بس تخلص الرينج رح أحط كاما فيرجول، بنتقل للكرايتيريا. الكرايتيريا هي على طول بدي أحطها between quotation ناطر قيمة أصغر من 5، كل حدا جاب أوطى من 5 بيكون ما توفق بالتست. فخلصت الفورمولا حط انتر، بيقول لي شخص واحد ما توفق بالتست هو ميرنا. Thank you.